الاداء اللي انا هتكلم عليه وتحليل المباراه، لكن خسرنا مباراه النهارده ملهاش طبعا تاثير على النقاط او كده، لكن احنا دايما بنقول ان مباراه الاهلي والزمالك بيبقى ليها ثوابت خاصه، طبعا هي بتبقى ديربي وبتبقى مباراه قمه بين القطبين الكبار طبعا، فاكيد الفوز مباراه النهارده طبعا بيسعد الفرقه اللي بتفوز النهارده. لكن لو اتكلمت طبعا على اداء المباراه، يمكن انا اتكلمت اكتر من مره قبل المباراه ان احنا يجب ان احنا ما نتعاملش بارتياحيه في الفتره دي خالص، وده اللي انا كنت بحذر منه يعني، واعتقد ده كان موجود في الشوط الاول. يعني الشوط الاول دخلنا في المباراه برضو كان في ارتياحيه شويه برغم تحذيرنا اكتر من مره، كان في هدوء، لكن هدوء في ارتياحيه شويه نتج عنه طبعا اخطاء بسيطة طبعا ساعدت الزمالك بشكل كبير على الهدفين اللي جم طبعا، وكانوا في صالح نادي الزمالك، لان طبعا بقية المباراة الحظ وقف قدامنا جامد جدا. اما استنفرنا تاني تفكيرنا ولغينا حتة الارتياحية اللي دخلنا بيها المباراة، اعتقد يعني رجعنا لأدائنا تاني والسيطرة بتاعتنا. لكن طبعا كرة القدم ما فيش توفيق، شفنا كم الفرص اللي ضاع النهاردة، ما كانش فيه توفيق طبعا، وده بيبقى موجود في كرة القدم. لكن ما فيش لعيب أثر النهاردة، لكن كان فيه طبعا برضو إصابة سعد والإنذار اللي خده عاشور طبعا اللي خلانا برضو يعني يبقى فيه شيء من الحذر شوية، إن احنا ممكن عاشور ياخد الإنذار التاني مع تغيير طبعا في المباراة. يعني التغيير كان طبعا برضو مش الإنذار بس، لكن تغيير للتعامل مع المباراة نفسها. فزي ما بقول هي دي كرة القدم، ويمكن ده اللي انا اكدت عليه ان اللعيبه ما قصرتش النهارده، لكن دخولنا في المباراه طبعا ما كانش كما ينبغي طبعا، هو ده اللي ساعد فرقه الزمالك باخطاء بسيطه. شفنا الهدفين اخطاء بسيطه جدا، عدم رقابه وعدم تمركز، وده بيحصل في كره القدم، لكن بيبقى طبعا نتيجه عدم التركيز والارتياحيه شويه اللي دخلنا بيها المباراه، اللي اعتقد هي اهدت المباراه، لان الزمالك جاب الهدفين دول. واعتقد بعد كده يعني كان في محاولات من الزمالك، لكن ضاع منا فرص كتير جدا. المباراه تحولت لصالحنا بشكل كبير طول معظم وقت المباراه، لكن ما كانش فيه توفيق، ودي كره القدم وهي مباراه وهنقفلها خلاص. وبقول مبروك للزمالك، مبروك للزمالك. اتفضل كابتن حسام. اولا هارد لك، يعني دي ماتش مهم من الماتشات المهمه في قمه بطوله خاصه، لكن لو احنا شفنا ان الزمالك كان عنده حافز اكتر يعمل اي نتيجه حتى الدرو تبقى كانت صعبه، لكن انت شايف من وجهه نظرك ايه هي الاسباب؟ مستوى اللاعبين اللي هم البديل او الغياب او الخطه، الزمالك على الخطه جاب جونين وكان بيلعب بحذر وكان بيركز على الدفاع وكان ماتش عنيف، ما كانش ماتش سهل للفرقتين. فايه رايك في تحليلك للماتش ده من الناحيه الفنيه وخبره؟ ما انا حللت ما انا بقول لك يعني السبب طبعا، السبب اللي هو زي ما بقول لك دخولنا في المباراه كان في ارتياحيه وعدم تركيز طبعا، لان الاهداف جت بالشكل دوت. يعني برغبه الزمالك اللي كانت موجوده كان المفروض يبقى التعامل بشكل تاني زي ما بتتعامل في معظم المباريات، لكن بالرغم من تحذيري بالاجواء اللي كانت موجوده قبل المباراه، بمجرد حتى ما انتهينا من المباراه السابقه بتاع بتروجيت ابتدى الكلام بشكل مبالغ فيه، وكنت بحذر لعيبتي من المبالغه في الكلام بكل اللي كان حوالينا طبعا، لان كره القدم بيبقى وارد فيها. وشفت النهارده كره القدم لما بتعندك يعني لما بتعندك وتقول لك لا يعني مفيش اهداف، ساعات بتعاند زي اللي حصل النهارده، وده بيبقى وارد، وده بيبقى نتيجه اسباب برضه. لكن هي كره القدم طبعا وارد كل شيء. وعلى الجانب الثاني بقول ما في حدش اثر من اللعيبه، لكن هو الدخول في المباراه بشكل جماعي انا مش راضي عنه، هو ده اللي نتج عنه ان احنا ساعدنا فرقه الزمالك ان هم يجيبوا الهدفين دول، ورغبتهم زي ما انت بتقول، لان تحقيق اي نتيجه ايجابيه لصالحهم النهارده طبعا اكيد كان بيفكروا في كده، وده حقهم المشروع. هو دي كره القدم، ولازم نبص اللي جاي على طول. واحنا عندنا طبعا الاهم دلوقتي بطوله الكاس ان شاء الله وبطوله افريقيا، ده اللي نبص عليه. لكن على الجانب الثاني انا بقول ان الشكل الجماعي في البدايه ما كانش مظبوط في التعامل مع المباراه، لكن ما فيش تاثير من اللعيبه، لكن بعد كده شفنا اما حاولنا وبقى في سيطره لينا طول وقت المباراه على فترات متباعده والفرص المتواليه دي، لكن الكره ما بتعاند برضه نتيجه اسباب، وقد تكون اسباب في بعض الاحيان طبعا بتبقى لصالحك عشان تبقى برضه درس، مع ان انا ما بحبش الدروس اللي هي بتبقى مصحوبه بخساره يعني، لكن هي دي كره القدم يعني. شكرا كابتن حسام. ماشي. حضرتك ذكرت النهارده
اللعيبه ما قصروش في المباراه رغم ان حضرتك قلت برضه في نفس الوقت ان هم تعاملوا بارتياحيه وعدم تركيز في بدايه المباراه. الارتياحيه الفني. لا 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 انا شرحت يا جماعه. بص عاوز اقول حاجه بس عشان نبقى هادين كده، انا شرحت كل الاسباب، فما نقعدش احنا تحاول معايا بقى ان انت ايه تعمل اسباب تاني حول الاسباب. انا قلت دخولنا في المباراه كان فيه ارتياحيه، كلامي واضح؟ ارتياحيه. عاوز تكلمني بقى توجهني عند ضد اللعيبه تاني ناتجه لحاجات كتير، ما اقدرش انا اقول لصالح لعيبتي، ناتجه لحاجات كتير صالح لعيبتي عملوها وعملوا حاجات كويسه السنه دي، لكن التفكير ساعات بيبقى بشكل سلبي يعني. فما تقعدش تقعد تحاول معايا انك تحاولنا على اللعيبه. اللعيبه ما اثرتش في نفس الوقت تعاملوا بارتياحيه، فده معناه حاجه من الاثنين، يا اما اللعيبه ما التزمتش بتعليمات الجهاز. لا 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 في فرق، في فرق، لا في فرق، لا في فرق، في فرق بين الكلمتين اللي انت بتقولها دي. انا ما قلتش اللعيبه ما التزمتش، لان اللعيبه النهارده معظم وقت المباراه مسيطره وكده، لكن دخولنا في المباراه كانت الثقه فيها ارتياحيه شويه مش لصالحنا. فعشان كده انت بتشوف الهدفين اللي جم يعني حاجات بسيطة جدا، بتمركز، برغبة انك تتعامل مع الكورة، ما حصلش ده، وده بيحصل في كرة القدم يعني. فهي دي الارتياحية اللي كانت موجودة يعني، لكن ما قلتش ان ما حدش نفذ. وده انا مش معنى كده ان انا يعني بيبقى في خطأ، لان لو في خطأ انا يعني لازم حواجه يعني، انا بواجه على طول يعني، بواجه اللعيبة وكده. لكن هو ده اللي بقول تفكيرنا السلبي اللي انا حتى كنت خايف منه قبل المباراة نتيجة الاجواء اللي حوالين المباراة، لكن وارد في كرة القدم وقد كان يعني. نبص اللي جاي بالدوري يعني، كان بالنسبه لك الماتش مش مهم نتيجته؟ لا طبعا الماتش كان مهم جدا، والدليل على كده ان انا يعني في بعض الاحيان انا بقول كنت لسه بتكلم قبل المباراه، احنا فاكرنا مختلف شويه هنا. احنا لو فاكرنا زي بره زي اوروبا المفروض النهارده كنت انا اغير الفرقه بشكل كبير جدا وريح ناس كتيره جدا، لكن اعتقد ده ما كانش طبعا هيمشي مع المنطق ومع حاجات كتيره لازم اراعيها. احنا عندنا زي ما قلت في بدايه كلامي المباراه دي بتبقى بطوله خاصه والفوز فيها مهم جدا لاشياء كتيره جدا. لكن لو انت بتتكلمي على مباراه كاس مصر كنت المفروض النهارده رايح لعيبه كتير جدا، لكن ما كانش هيبقى في صالحي يعني، وانا اتعاملت مع المباراه يعني بكل تركيز انا واللعيبه. لكن هو السلبيه اللي انا قلتها في المباراه النهارده هو دخولنا في المباراه بارتياحيه شويه اللي نتج عنها الهدفين اللي ساعدوا الزمالك في بقيه المباراه، لان اعتقد احنا شفنا سير المباراه والفرص وسوء الحظ طبعا، وخلاص بقى فيه يعني يعني اما ربنا ما بيريتش يعني خلاص الفرص مش عاوزه يعني تيجي يعني. بعد الماتش يا كابتن حسام، بس بدايه الماتش كانت التحامات عنيفه جدا، هل انت شايف التحامات كان في ايه؟ في التحامات عنيفه جدا وكانت. لا انا عاوز اتكلم التحكيم ده، ما بتكلمش على التحكيم، لكن في فوضى في الملعب النهارده مش عارف سببها ايه، انا مش عارف، انتوا اسالوا بقى انا بتجاوب عليها. ما عنديش اجابه، في فوضى في الملعب جامده قوي النهارده. ما اعرفش سببها، تبقى تجاوب عليه انت، انا ما بتكلمش على التحكيم. كابتن حضرتك شايف تقييمك ايه لكريم نيلت تحديدا، على اعتبار ان في ناس كتير مش راضي عن اداءه النهارده، وهل الماتش ده كان محتاج حد زي حسام غالي شخصيه قياديه كمان عنده نزعه وجنبيه يقدر يلم الفرقه جوه الملعب؟ يعني احنا حطينا التشكيل ان وجهه نظرنا ده افضل تشكيل، وفي نفس الوقت بنتعامل مع سير المباراه. اما المباراه بتبدا انت بتتعامل مع سير المباراه، وتعاملنا مع سير المباراه حتى يمكن غير الشكل الهجومي لينا بشكل كبير جدا، وشفت فارق حتى السيطره والفرص اللي اتخلقت يعني، لكن كان في باد لك في الفرص اللي جات لنا بشكل كبير يعني. كابتن عرض لك على النتيجه النهارده، حضرتك يمكن وليد ازارو النهارده حضرتك اتكلمت عليه الماتش اللي فات ان هو يبقى ليه تاثير، شايف ان ده كان في تاثير النهارده؟ لا 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 يعني وليد ازارو كل اللعيبه مهمه يعني، فكل اللعيب اي لعيب غير معالي معلول مهم جدا، ووليد ازارو مهم جدا. وخلي بالكوا برضو مش سبب من الاسباب، لكن انت اخر مباراه لعبتها مع الزمالك انت ناقص خمس لاعبين النهارده يعني، عندك علي معلول ورامي ووليد ازارو وعبد الله السعيد و في حد خامس كمان، عندك خمس لعيبه ناقصين على المباراه الاولى ومؤمن زكريا بالظبط، دول الخمسه يعني. فوارد بيبقى في كره القدم ده، الكلام ده كله وارد، واحنا لعبنا من غير لعيبه كتير جدا الفتره اللي فاتت واديت. وانت مباراه النهارده بعد الهدفين اعتقد في تحول كبير في الناحيه الفنيه والسيطره، وده دليل ان اللعيبه عملت اللي عليها، لكن انا بعتب عليهم بس في الحته ان هي دخلنا المباراه بارتياحيه في الاول بس لكن اللعيبه ما قصرتش خالص النهارده. تعامل بعض لعيبه الزمالك تحديدا من محمود جنش في بعض الوقت،
على مدار 90 دقيقه، هل ده اثر فعلا؟ لا، كل ده وارد في كره القدم، لكن مش انا اللي حاضر ظبط. انا قلت كلمه، انا قلت كلمه من شويه المنظر بس، انا قلت لك ان في، قلت لك في فوضى في الملعب شويه، مش عارف سببها ايه. هفكر اما اروح البيت بس افكر في سبب الفوضى دي، اما اروح البيت هوصل افكر بس. النهارده النادي الاهلي كان مفتقد لصانع الالعاب ولا لا؟ لا 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 لا، احنا اسلوبنا النهارده مختلف شويه، وكان في فترات غيرنا يعني. وليد لعب في الحته دي، وابتدينا الاول 4-3-3. وخلينا نتكلم منطقيه، احنا مش عشان ما كسبناش يعني مش هنتكلم لكل الاجابات اللي كانت موجوده في المباراه النهارده. في سوء توفيق كبير جدا، وفرص كمل فرص كبير جدا النهارده، وده وارد في كره القدم. حطينا وليد سليمان في الحته دي، وهو افضل واحد عندنا موجود دلوقتي في الحته دي انه يعملها، وبيبقى فيه ساعات تبديلات شويه، ساعات بندخل اجاي شويه ونطلع الاطراف، وده افضل ما عندنا دلوقتي ان شاء الله. هل العنف اللي غير مبرر النهارده من الاكس الزمالك يا كابتن يخلي النادي الاهلي بعد كده يرفض انه يلعب بحكم مصري؟ لان الحكم مصري والله. القرارات دي بتاعت اداره النادي، انا ما بتكلمش على التحكيم وما اتكلمناش على التحكيم عشان ما يجيش حد ايه يالف اي حاجه، لكن احنا هنسال نفسنا عن اللي احنا قلناه النهارده في المؤتمر يعني.